طيب بقول لي يا كابتن دلوقتي احنا مثلا فرضا يعني النشاط استؤنف ميزانيه ضخمه جدا على الاتحاد طبعا بس انا اعتقد ان تفكير الاتحاد الباسكت ومجلس ادارته والدكتور مجدي بصفته راجل يعني اكاديمي وراجل هو ومعاه 3 4 زي عبد المطلب والقوسي ورحاب الغنام ومحمد صلحي وعلاء زهران لعيبه وفاهمين وكده، اعتقد كان الصالح العام والمصلحه العامه والحفاظ على اولادهم اهم من الموضوع المادي. ايوه كابتن، بس هي الفكره كلها، خليني بس نوضح حاجه، ان اللي معني بهذا الموضوع اكتر حاجه اتحاد السله والطايره واليد. الطايره قال لك انا واقف، انا قفلت لغايه ما اشوف الدنيا ايه، ويحترم قراره. اليد عنده كاس العالم فاوريد النشاط واقف، حلو. الباسكت بيشغل دلوقتي، يبقى دول الثلاث اتحادات الكبار. اتحادات بقى الثانيه زي الجودو مثلا، تايكوندو، حاجات بتلعب في صالات بس الاعداد ما بتبقاش زي ايه زي يبقى مين اكتر نادي عليه بالك دلوقتي او عليه ميزانيه كبيره؟ هو الاتحاد. لو قلنا يا كابتن المسحب كام؟ ب 1000 مثلا، انا غلطان تقريبا ب 1000 صح؟ انت عندك 18 مسحه للنادي الواحد، يبقى دي 18000 في المسحه للنادي الواحد. في اثنين دوري مرتبط كبار وصغارين 36000 النادي الواحد رقم يا كابتن. طبعا في 8 فرق، 8 فرق ايوه، نضرب 36 288000 288000 كده بسم الله الرحمن الرحيم. 288000 في جهاز اداري غير الحكام، غير الحكام، برافو عليك صح. الحكام وبعدين كمان في قرار في ساعه اتاخد، الله ينور عليك، ما شافش، ما حسبش الحسبه، ما قالش طب انا عندي، طب انا هحط، لا ده هو اخد القرار ما شافش اي حاجه. انت عارف حضرتك كمان ده كمان الزملاء بيبلغوني في الكنترول، مش بس الحكام، ده المنظومه اللي بتدير. انت عندك موظفين الاتحاد ما لازم تعمل لهم مسحات، عندك اللي انت بتبعتهم الملعب ينظموا المباراه ما لازم تعمل لهم، اعضاء الاتحاد نفسه. ما انا دلوقتي انا جاي احضر مباراه لازم اعمل مسحه لنفسي، ما انا عضو اتحاد هروح انا مش عامل مسحه والناس كلها عامله مسحه وانا عاديهم كلهم. فهي الفكره كلها ان ميزانيه ضخمه جدا طبعاً. جدا ميزانيه ضخمه وكل وسريعة. حاجه ما اختلفناش وكل حاجه، الكلام اللي حضرتك بتقول عليه مظبوط، بس انا في رايي الشخصي ان هو في سرعه اتخاذ القرار ده لم ينظروا للناحيه الماليه. صحيح، لان اتحاد الباسكت من الاتحادات اللي بتصر دايما على نجاح المسابقه، واهم حاجه عندها نجاح المسابقه.